علي السلام عليكم، عبي العربي رئيس جمعية المدار المغربي بمونتاجوري. احنا اللي قدمنا الحفل بمناسبة عيد المسيرة وان شاء الله بعيد عيد الاستقلال، ومن ثم درنا هذا الحفل باش الجالية المغربية كت على ابي سور لو فات كو هادي واحد العام وقع واحد ليفينمون بارابور 13 نوفمبر اللي ألم الشعب الفرنسي، وهنا بغينا نبينو بلي المغاربة حنا ناس مسالمين وكنتبعو النموذج تاع سماجتي ام 6 اسافوار المغرب. المغاربة خصهم يكونوا ناس كومون ديغيج موديري اي كي سون بور بيان دو تو موند. دونك من المقصود تاع هاد الجمعية ديالنا وهي كاع الحفلات المغربية وكو سوسوا والمجال الثقافي المغربي باش نبقاو نجيبو هنا لي جون ديالنا، لان حنا فكرنا بان كنشوفو لي جون تاع المغاربة هنايا اي سون ديكالاج بارابور المغرب. دونك نو كنحاولوا نديروا نجيبوا لهم في هذه المناسبات الدينيه والملف الوطنيه باش نديروا حفل مغربي بيور باش يعرفوا شكون هما المغاربه، لان هذه واحد دو لا تروازون كنا جبنا الفانتازيا، بصح هذا العام كنديروا مسائل ثقافيه فوالا.